بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وكل مشاهدينا ومستمعينا بألف خير. عدنا والعود أحمد إليكم بعد إجازة طويلة لعيد الأضحى المبارك. صباح الخير ساشا، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير غيث، كل عام وكل متابعينا بألف خير. يعني بعد هالإجازة هاي الطويلة، والله كتير صعب علينا نصحى الصبح ونيجي نداوم، بس اشتقنا للبرنامج ولا متابعينا. حلقة جديدة من برنامج بصراحة دقائق، وبنكون معكم على الهواء مباشرة، خليكم معنا. صباح الخير من جديد، ومثل ما عودناكم رح نكمل متابعة قضاياكم وملاحظاتكم أول بأول. بتقدر تشاركونا إياها عبر رقم البرنامج 0796000900. مستمعينا ومشاهدينا وجمهورنا العزيز على كل مساحات الوطن الغالي، لا تنسوا أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر منصاتنا للتواصل الاجتماعي من خلال صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام بعمان تي في أوفيشال، والأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وصار بإمكانكم كمان أنكم تشاركونا من خلال خدمة الرسائل الصوتية على الرقم 0796000900. ولا تنسوا بأنه أنتم الأساس دائماً في إعداد حلقتنا، وصار بإمكانكم تزودونا بكافة الشكاوى والملاحظات وتصوروها من خلال هواتفكم وتبعتولنا إياها على مدار الساعة على نفس الرقم الظاهر على الشاشة. بسم الله نبدأ حلقتنا. طيب غيث، قبل ما نبدأ بمواضيع حلقتنا المتنوعة على اليوم، بدنا تحكي لنا كيف كانت إجازتك بالإجازة العيد. طويلة جميلة، ولكن للأسف أنه الواحد ما قدر يستغلها ويسافر أو يعمل شيء. لازم سفر أنت. والله ما قدرت. قضيناها أنا ومعتز القاضي وسطام الفايز، ظليت أتدرب على الخيل. أبداً. أخذت حصص. طب كيف أتقنت؟ يعني ها بالبداية ماشي الأمور. هي صعبة شوي. صعبة بس الأمور مشت، والحلو بالموضوع أنه الجو كان مناسب وحامي، ويعني قدرنا شوي هيك نلف لفة. يا أبو الزوز بحط لنا صهيل الخيل. فلا الحمد لله كانت الإجازة جميلة، استمتعنا فيها، وإن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير جميعا مشاهدينا ومستمعينا. أنا حسيتك طشيتي ساشا بهالإجازة، يعني هيك بهالبلد ضلينا بهالبلد ضلينا، بس والله غيت إجازة كانت حلوة، لكن لا تخلو من المنغصات. يعني ضحايا، شو أخبارهم؟ صحيح ضحيتوا الأضاحية؟ لا ما ضحيت. ليش؟ للعيد الجاي إن شاء الله. السنة الجاية بتضحوا إن شاء الله، وإن شاء الله بتكون أيام كلها بركة وخير على كل اللي بيشوفونا. واشتقنا للبرنامج بعد أسبوع طويل. طبعا اشتقنا لكل المتابعين، وكثير كان في ملفات وقضايا خلال الفترة الماضية، يعني وخصوصا مبارح، وقصص الحج والحجاج اللي صار معهم. بصراحة أمر مؤسف يعني اللي سمعنا عنه واللي صار مع حجاجنا، وإن شاء الله اليوم راح نفتح هذا الموضوع وكثير من الملفات إن شاء الله. لكن غيث، قبل الحديث عن فقرات البرنامج لليوم، بنبدأها بآخر التطورات على الساحة داخل الأراضي الفلسطينية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة ليومه 261، لترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 37500 شهيد وجرح نحو 86000. الاحتلال الإسرائيلي مستمر بارتكاب جرائمه ومجازره بحق المدنيين والعائلات في قطاع غزة. شهدنا ثلاث مجازر ضد المدنيين، وصل منها للمستشفيات تقريبا 101 شهيد و169 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في شمال القطاع. أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء سوء التغذية إلى 4 خلال أسبوع واحد. اليوم قطاع غزة يتعرض لحملة ممنهجة وسلاح التجويع اللي بيرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حربه المستعرة على القطاع. وعلى هذا الاحتلال الغاشم اللي مستمر بعدوانه ومستمر باستهدافه للمدنيين، يعني احنا خلال العيد تبعنا بكل اهتمام هاي المجازر، والله ان شاء الله يا رب يعني يفرجها على أهلنا بغزة ويحققوا النصر بإذن الله تعالى، وهذا الاحتلال إلى زوال بإذن الله تعالى يا رب. بعدين غيث، يعني هذا الاحتلال ما بيميز بالمجازر بين طفل، نساء،
رجال ولا أي حدا. يعني شمال غزة بتشهد حالة غير مسبوقة، وشفنا السوشيال ميديا عم بيشهد حملة إلكترونية بعنوان شمال غزة يموت جوعا، وشفنا قديه في تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني المأساة اللي بعيشها السكان هناك الذين يعانون من قلة الطعام وتفشي المجاعة بين سكان شمال قطاع غزة بشكل خطير. يا رب إنها تنتهي هالحرب هاي يا الله، وإن شاء الله يعني العيد الجاي بيكون الأمور أفضل وبتنتهي هاي الحرب يا رب. آمين يا رب. بدنا نروح لملفاتنا وموضوعاتنا ساشا معنا لليوم. يعني موضوعات متنوعة غيث، رح نبدأها بموضوع التحقيقات اللي قادتها أجهزتنا الأمنية واللي كشفت عن وجود مواد متفجرة مخزنة داخل شقة سكنية بمنطقة ماركا الجنوبية، قام بتخزينها مجموعة من الأشخاص. رح نوقف على حيثيات وتفاصيل ما جرى ونعرف أكثر حول ارتباطات هدول الأشخاص وأهدافهم. يعني إحنا دائما كلنا ثقة بأجهزتنا الأمنية وبقدرتها على حمايتنا وحماية أمن الأردن. الله يقويهم والله يحميهم. متابعنا الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في التعامل مع هاي الجماعات اللي بتستهدف وطننا الغالي وبتستهدف أمننا وأمننا الوطني، ولكن جيش أبو حسين واقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يعني يستهدف هذا الوطن، وإن شاء الله إنهم من يعني ما رح ينولوا اللي ببالهم بإذن الله تعالى. بفقرة خارج الخدمة رح نحكي ونفتح ملف الحجاج الأردنيين واللي صار معهم خلال تأدية مناسك الحج، واللي أسفر عن وفاة 75 حاج أردني في السعودية إثر تعرضهم لضربات شمس. راح نعرف وين كانت أو وجه الخلل ومين المسبب، وراح نناقش مع جميع الأطراف ونسمع روايات الأردنيين اللي أدوا مناسك الحج. تابعنا يعني زي ما حكينا في بداية الحلقة ساشا، يعني كان أمر مؤسف حقيقة اللي تابعناه بوفاة عدد من الحجاج، وأيضا في يعني نتمنى السلامة لعدد آخر موجود على أسرة الشفاء. صحيح. في المملكة العربية السعودية. كيف تابعت السلطات المختصة موضوع الحجاج الأردنيين؟ وين أوجه الخلل؟ زي ما حكينا إن شاء الله راح نتابعه إحنا والمشاهدين والمستمعين. طيب خلينا نروح لفاصل صغير غايث وراجعين. يلا. صباح الخير من جديد، مستمرين معكم ببرنامج بصراحة. الآن بدنا نروح لجولة لأهم وأبرز عناوين الأخبار. عناوين الأخبار. الأجهزة الأمنية تعاملت أول أمس مع مواد متفجرة خزنها أشخاص داخل منزل في ماركا. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة قضية وفاة وإصابة حجاج أردنيين. وزارة الصناعة تحرير 210 مخالفات لمحلات تبيع الدجاج. الأردن يدين بأشد العبارات قصفا إسرائيليا استهدف محيط مكتب الصليب الأحمر في غزة. الاتحاد الأردني لكرة القدم ينهي تعاقده مع المدرب حسين عموتة ويقرر تعيين المدرب المغربي جمال سلامي. نهاية العناوين، وكانت هذه أبرز العناوين لهذا اليوم. وقبل ما نطلع بفاصل بدنا نشكر الراعي الرسمي لبرنامج بصراحة على مدار سنين من الشراكة، شركة زين وشريك برعاية المال للتمويل وشركة CFI وأيضا بنك القاهرة عمان ومصفات البترول الأردنية. غايث لما بنحكي المال للتمويل يعني في عندهم كتير حملات، ومن ضمن هاي الحملات حملة فيد واستفيد موسم الصيف. 5000 دينار جوائز المال للتمويل في حملة فيد واستفيد خلال موسم الصيف، واللي مش سامع بهاي الحملة لازم يعرف انه انت بتقدر تاخد فعليا كاش ببلاش. كيف؟ يعني الأردن تقريبا في 3/4 عملاء عند المال للتمويل. هلأ أكيد شركة المال للتمويل العملاء عندهم استفادوا من قرضهم الأول اللي بدون عملات، فمجرد مجرد ما أنت عميل وماخذ قرض من عندهم أنت بتقدر تشارك رمزك الترويجي مع معارفك كلهم لحتى يستفيدوا من قرضهم الأول اللي برضه من دون عمولات، وبتقدر تأخذ 10 دنانير عن كل قرض بتجيبه، وكمان بتدخل السحب على جوائز نقدية. يعني هيك هيك أنت ربحان كاش. يلا بلش فيد واستفيد واسأل عن رمزك الترويجي على 06 400 6 400.
يعني حملة اجت بوقتها بعد العيد وأزمة العيديات والطفر والقروش طارن مع هالعيد، فيعني هسه وقتها المال للتمويل. وبدنا نروح اليوم للملف الأول بحلقتنا وبدنا نتابعه ضمن فقرة على الصفحة الأولى. الصفحة الأولى. أول من أمس سمع بعض الأردنيين ذوي انفجارات في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، وكان هناك تواجد أمني كثيف في المنطقة. لا تعلن بعدها مديرية الأمن العام والناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع قضية بمنطقة ماركا الجنوبية، حيث قامت مجموعة أشخاص بتخزين كميات ومواد متفجرة داخل أحد المنازل. وبيّن السرطاوي بأنه خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون وقوع أي إصابات تذكر، مشيرا إلى أن القضية التحقيقية سيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء. صحيح غيث، يعني هاي مش المرة الأولى اللي بتعرض فيها الأردن لمثل هاي الأعمال الخبيثة، ويمكن شفنا كيف كان الجيش الأردني بكافح من سنوات عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات لسيما حبوب الكبتاغون، خاصة وأنه في منتصف مايو أيار الفائت أعلن الأردن إحباط تهريب أسلحة إلى المملكة في مارس آذار الماضي أرسلتها ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن. وفي ذلك الوقت نقلت وكالة الأنباء الرسمية بترا عن مصدر أمني مسؤول قوله إن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية وهم أردنيون في أواخر مارس آذار الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية. يمكن غيث اللي قاعدين بنشوف لكل المتابعين والمشاهدين فيديو من التفجيرات اللي صارت أول من أمس. يعني هذا العملية اللي قامت فيها بعض يعني المجموعات من زرع ومتفجرات داخل أحد المنازل في منطقة ماركا الجنوبية، يمكن أنا خلال الفترة الماضية وفي هذا اليوم تحديدا وانطلاقا من عملي الصحفي كنت موجود بالمنطقة من فجر يوم السبت، ولمست على الأرض وشفت بعيوني الجهد الكبير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والاحترافية بالتعامل مع هذا الحدث، خصوصا احنا عم نحكي عن منطقة نوعا ما شعبية ضمن إطار أحياء سكنية موجودة بهذا المكان. زي ما حكى بيان الأمن العام، يعني الأجهزة الأمنية استطاعت أنها تخلي المنطقة وتتعامل بحرفية من خلال الأجهزة المعنية كافة. شفنا القوات المسلحة سلاح الهندسة الملكي، شفنا الأجهزة الأمنية كافة، تابعنا الشغل والجهد المتعلق بالأمن العام على الأرض ورصدناه وشفنا كيف تعاملوا مع هذا الحدث وكيف كانوا حريصين على سلامة الناس وحريصين على سلامة المواطنين بعد إخلاء المنطقة كافة والتعامل مع هذه المتفجرات داخل المنطقة تحديدا، زي ما حكينا ساشا بحرفية عالية وبتعامل مهني. ولكن بصراحة أنا يعني من خلال متابعتي بوقت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك العديد من التحليلات والمحللين اللي احنا دائما بنشوفهم ساشا على مواقع التواصل الاجتماعي لما يصير اي حدث بيربكوا اجهزه الدوله ما بيستنوا البيان الرسمي، ما بيستنوا بالضبط البيان الرسمي وبيصيروا يطلعوا اشاعات وحديث وحكي. يعني احنا كنا موجودين وكنا بمنطقه شوي بعيده ولكن شايفين الشغل وشايفين الجهد على الارض، ولكن عم نقرا على الفيسبوك وعلى المنصات شيء مخالف للواقع، شيء مخالف مش موجود من اللي احنا عم بنشوفه. فاحنا دائما بكل الاحداث لازم ندير بالنا نستنى البيان الرسمي، ما نطلع اشاعات، ما نحلل. المحلل الصغير هذا اللي بعقل كل مواطن اردني لما يصير حدث لازم نختصره بصراحه، لانه بياثر على الشغل طبعاً. وبياثر على الجهد وبياثر على العمل اللي بتقوم فيه الاجهزه الامنيه. ننتظر البيان الرسمي، وفعلا الصبح بعد ما انتهت العملية أو بعد ما تم السيطرة على الوضع يعني أصدرت البيان. البيان الرسمي، وحكت الأمن العام بأنهم بتعاملوا مع حدث أمني موجود وقضية تحقيقية وتابعناها وكانت الأمور بكل سهولة ويسر وتعاملوا معهم بشكل مناسب.
الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم. يعني الأردن دائما مستهدف ودائما أجهزتنا الأمنية قدها ودائما بقوم بواجبهم. غيث خلينا هلأ نروح ونستعرض أبرز التعليقات اللي رصدناها على منصة إكس. سيف بيحكي الأردن عصي على كل المؤامرات والطغاة والإرهابيين وسيبقى واحد أمن واستقرار، حفظ الله الأردن ملكا شجاعا وجيشا باسلا وشعبا أبيا. مجموعة من التعليقات رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة إكس. مها أيضا كانت ليلة مليانة توتر لأنه قريبة علينا العملية، بس والله الحمد لله انتهت على خير. شكرا نشامى بلدنا. تغريدة تانية من محمد بيحكي سر صمود الدولة الأردنية هو قوة الجيش العربي وأجهزته الأمنية في محاربته لكل التهديدات التي تستهدف أمنه. نستذكر شهدائنا الذين فدوا بلادنا بدمهم وأرواحهم من جراء الإرهاب، معاذ الكساس، براشد الزيود، سائد المعايطة، معاذ الحويطات، عبد الرزاق الدلابيح، نماذج من البطولة والتضحية. صحيح ساشا، والعديد من الشهداء أكيد. الذين رووا بدمهم يعني وطننا وكانوا على قدر المسؤولية، الله يرحمهم جميعا. أيضا تغريدة أخرى من محمد العموش، يبدو هناك أمر دبر بليل، اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد كيد من يخططون لها في كل الدوائر. يعني هاي كانت بعض التغريدات الموجودة على منصة إكس واللي تابعناها واللي بتحكي عن صلابة أجهزتنا الأمنية في التصدي لكل من يحاول زعزعة هذا البلد، اللي شفنا أكثر من حادثة وأكثر من محاولة من الجماعات الإرهابية كيف كانت تحاول أنها تزعزع استقرار هذا الوطن، وكيف كانت أجهزتنا الأمنية دائما إلهم بالمرصاد. يخسوا كلهم إنهم يأثروا على بلدنا ويأثروا على وطننا، وإن شاء الله إحنا والجيش وسيدنا كلنا واقفين بوجهكم وما راح تحصلوا من وطننا شيء بسيط، كلنا واقفين لكم بالمرصاد، وإن شاء الله الله يحمي هذا البلد ويحمي وطننا ويحمي قيادتنا ويحمي شعبنا الوفي، شعبنا اللي اليوم دائما بخاف على وطنه وحريص على أمن وسلامة هذا البلد. فاصل صغير مشاهدينا ومستمعينا وراجعين. صباح الخير من جديد مشاهدينا ومستمعينا، مستمرين معكم. بدنا نصبح على كل اللي بيستمعونا الآن بسياراتهم، وأكيد اليوم يعني بداية دوام وأزمة طريق، نتمنى السلامة للجميع. بدنا نصبح على كل اللي بتواصلوا معنا على رقم البرنامج 0796000900. بدنا نصب على أخونا رضوان النعسان، خلدون الغرايبة، وأيضا كمان بدنا نصبح على محمد، الله يعطيك العافية وسعد صباح الجميع. صراحة دائما تصريحات الأمن العام ساشا في مثل الحوادث اللي كنا نحكي عنها في حلقتنا وفي الصفحة الأولى فيما يتعلق بالحادثة يوم أول من أمس، بتكون مهمة جدا للحد من الإشاعات اللي ممكن الناس تتناقلها واللي دائما بتحاول يعني تستهدف بلدنا ووطننا. دائما هذه التصريحات وهذا الحكي وهذه الإشاعات اللي ممكن الناس تتناقلها ما يكون إلها أساس، زي ما حكينا وتابعنا وشفنا على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الحكي وكثير من السوالف اللي ما إلها داعي. وبدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، معنا عبر الهاتف الخبير العسكري والأمني ومختص في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عمر رداد. صباح الخير دكتور. أهلا بكم. أهلا، صباح الخير يا مرحبا. صباح الخير لك دكتور. يعني إحنا أمام واقع لمجموعة شأنها شأن مجموعات كثيرة سبقت وأن نجحت الأجهزة الأمنية في التعامل معها، تعليقك على حيثيات المشهد. الحقيقة بالبداية أنا يعني أشيد بما ورد ببيان الأمن العام وهو بيان استباقي، إذ لم تكن القضية معروفة أمام الرأي العام، فلعل الأغلبية من المواطنين والرأي العام الحقيقة فوجئ بالبيان، إذ كانت القصة مرتبطة بانفجار اسطوانة غاز في منطقة ماركة قريبا من مطار ماركة المدني. نعم. بيان الأمن العام الحقيقة
كان مهم جدا لسبب بسيط، أنه لأول مرة يمكن تتم المبادرة من قبل الأجهزة الأمنية لإعلان عن واقعة وأنها في بدايتها وهناك تحقيقات، وسيتم الإعلان لاحقا بعد استكمال التحقيقات عن العملية بتفاصيل. هذا الجانب أعتقد مهم جدا لأنه يضع حد للشائعات، إذ منذ اللحظة الأولى كان التشكيك بخصوص أنه الانفجار كان نتيجة اسطوانة غاز أو نتيجة متفجرات أو نتيجة عملية، وظهرت الكثير من التساؤلات الحقيقة، من يقف وراء هذه العملية وهل هم مجموعة إرهابية وماذا يستهدفون. فكان بيان الأمن العام أعتقد خلال الساعات القليلة القادمة مؤكد أن الأجهزة الأمنية بالدولة ستستكمل هذا البيان ببيان لاحق توضيحي يضع حد بالفعل كما أشرتم لكثير من الشائعات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحيث توضح من هم عناصر هذه الخلية ومن ولماذا ينتمون لأي جهة ينتمون. دكتور المهمة أيضا ما كانت سهلة، وعملية التنسيق للوصول في الوقت المناسب والتعامل خصوصا في ظل وجود متفجرات في المنزل الموجود بالمنطقة يتطلب جهد وكفاءة عالية من الأجهزة الأمنية بشكل كبير ما تم الإعلان عنه. يعني ما تعليقك على عملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وكيف ترى تعاملها مع هذا الموقف؟ الحقيقة دوما الحمد لله أجهزتنا الأمنية على مستوى من الاحترافية، ويتم التنسيق بمثل هكذا عمليات. ولو عدنا إلى بيان الأمن العام الأول الذي صدر بالأمس صباح الأمس، يشير بصراحة إلى تعاون بين الأجهزة الأمنية واستدعاء الهندسة الملكية بالقوات المسلحة، لأنها بكل بساطة هي الأقدر على التعامل مع كمية مهولة من المتفجرات صحيح. التي اكتشفت، وأن بالنهاية أن الأمن أن الهندسة الملكية، رجال الهندسة الملكية المختصون بالمتفجرات، هم الذين قرروا بالصيغة التي تم التعامل معها بهذه المتفجرات. أعتقد التنسيق الأمني هذا سابق وكان بمحطات سابقة كثيرة بعمليات جرت في مناطق مختلفة من المملكة. نذكر عملية العام 2016 عملية اللي جرت بالكرك بالقلعة، والعملية التي جرت في البقعة، وعمليات أخرى. وأريد أن أشير هنا إلى أن ما لم يعلن عنه الحقيقة لأسباب مختلفة، هذا أمن دولة من كثير من العمليات التي يتم إحباطها ولا يتم الإعلان عنها من قبل الأجهزة الأمنية، لأن المسألة ليست مسألة إعلام وظهور إعلامي وليست مسألة فضول عند الكثيرين من يعتقدون بأنه بس مجرد إرضاء لفضولهم. بالضبط، المسألة مرتبطة بالأمن بمفهومه الشامل للمواطن وللمستثمر وللمقيم وللضيف ولكل فئات المجتمع الحقيقة، لأنه هذا الإرهاب بصرف النظر عن من يقف وراء مثل هذه العمليات هو يعني يستهدف الجميع ويريد تحقيق الفزع واستجلاب الخوف لأسباب عقيدية مرتبطة بهؤلاء المغرر بهم، وكيف يحاولون خلق نوازع فوضى داخل المجتمعات. فالتنسيق الأمني أعتقد الحمد لله هو على مستوى عالي، لكن الأهم من التنسيق الأمني الحقيقة وهو يعني لا يقل أهمية، أنا يعني دوما الدولة تراهن على وعي المواطن الأمني. دكتور يعني بدنا نحكي بهاي النقطة، احنا دائما نقول الأردن آمن وسيبقى آمن بإذن الله، لكن العملية تمت داخل منطقة سكنية مأهولة بالسكان، هل كان للمواطن الأردني دور في ملاحظة بعض التحركات المريبة والاشتباه بها والتي من شأنها يعني ساعدت الأجهزة الأمنية في السيطرة عليها؟ نعم، أعتقد كما قلت قبل قليل دور المواطن مهم. هذا الإرهاب
يحدث وتقع العديد من العمليات الحقيقة وقعت في كثير من الدول المتقدمة على الصعيد الاستخباري والتي تمتلك أدوات استخبارية وأدوات أمنية وبما فيها حتى المعطيات الحديثة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، لكن مع ذلك يبقى المواطن والعقل البشري هو الأساس وهو المساعد الرئيسي وهو الركيزة بمواجهة مثل هذه العمليات والكشف عنها قبل وقوعها. بالنسبة لعملية ماركا، الحقيقة هذا نموذج من نماذج عديدة للإرهابيين كيف تستخدم هذه المجموعات مناطق مكتظة بالسكان. صحيح. ومناطق شعبية هم لا يقيمون وزنا لا لحياتهم ولا لحياة الآخرين. نعم. حقيقة، واستخدامها بمناطق مكتظة ربما كما قلت أن معلومة صغيرة ومعلومة قد تبدو بسيطة من قبل مواطن تفيد الأجهزة الأمنية بذلك، بالملاحظة العيانية والمشاهدة حول تحركات. نعم. غريبة. صح. بالمنطقة مجرد الإبلاغ أي جهاز أمني عن هذا الجديد وهذا المستجد يمكن أن يوصل بالفعل إلى معلومات. صح. قيمة ويقطع الطريق. صح. على مخططات كبيرة، وأعتقد أن هذا كان جزء مما حصل على الأقل وفق لتسريبات. صح. ترقى إلى درجة كبيرة من المصداقية في عملية ماركا، إذ أنه على الأغلب كان أعضاء الخلية ليس جميعهم من سكان المنطقة. نعم. بل أنهم استأجروا مكان الذي تم فيه العملية. وهذا الأمر دكتور يقودنا إلى تعرض الأردن العديد من محاولات زعزعة الاستقرار وبمختلف الطرق، وخصوصا بأنه كان آخرها ضبط عملية إرسال من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول وارتبط بخلية في الأردن. هذه العمليات ارتباطها ببعضها البعض، هل بخبرتكم الأمنية هل هناك فعلا خلايا تهدد أمن الوطن ومدعومة من جهات وميليشيات إقليمية؟ نعم، أنا بشكرك على السؤال. أنا أعلم أنه المستمع والمشاهد يريد أن يعرف. صح. بالضبط من الذي يقف وراء هذه العملية. الآن أعتقد التحقيقات جارية وكما قلت قبل قليل ستعلن، لكن بالإطار التحليلي أنا وفقا للأسلوب الذي تمت به العملية متفجرات واستئجار شقة أو منزل بمنطقة شعبية، استخدام متفجرات كيماوية بهذا الحجم، عملية التخزين، أعتقد أنه تطرح السؤال حول من الذي يستهدف الأردن بهذه المرحلة. الجهة التي تفضلت وأشرت إليها هي إحدى الجهات. الأردن يواجه اليوم خطر مزدوج طبعاً. هذا الخطر يتمثل الأول بالفعل بميليشيات إيرانية موجودة في الشقيقة سوريا تتغطى بالمخدرات وترسل متفجرات إلى الأردن عبر طائرات مسيرة. صحيح. أو عبر عمليات التهريب. القسم الثاني الحقيقة، التهديد الثاني، الطرف الثاني، وهو التكفيريين. ونتذكر كم تعرضنا لعمليات من قبل تنظيمي داعش والقاعدة بمراحل سابقة منذ عام 2011 وحتى قبل ذلك منذ احتلال العراق عام 2003، كيف ازداد منسوب كما ونوعا. صح. لهذه العمليات. عملية ماركا أعتقد أن الأسلوب فيها والمتفجرات هي أقرب للتيارات التكفيرية، ويبقى هذا في إطار التحليل. نعم. ربما يعني لا أستطيع أن أؤكد ذلك بشكل حازم، لكن استخدام متفجرات بهذه الصيغة نقيس على عمليات سابقة ونقارن أسلوب كل تنظيم وكيف يستخدم المتفجرات أو أسلحة رشاشة أو يستخدم طائرات مسيرة أو يستخدم صواريخ أو أي نوع من أنواع الأسلحة. وفقا لذلك أعتقد أن الأقرب
والأكثر ترجيحا هو أن تكون هذه العمليات لجماعات تكفيرية، وهذه الجماعات ليس سرا موجودة في كخلايا نائمة وكمجموعات، لكن يبقى السؤال حول كيفية ارتباطها مع تنظيم داعش بالخارج. هل هي لأنه هناك مجموعات سبق وتم إلقاء القبض عليها كانت على صلة تنظيمية مباشرة مع قيادات من داعش وتيارات بالخارج، وهناك مجموعات أخرى الحقيقة كان يكون رئيس المجموعة أميرها قائد المجموعة المتواجدة بالأردن الخلية، ربما يكون على صلة مع قيادات مركزية بتنظيم داعش بالخارج ويتلقى دعما ماليا، أو أن يتم تبني الفكر التكفيري، بمعنى أنهم يتبنون التفكير الجهادي وهم يبدأون يعدون مثل هذه المتفجرات ويبدأوا بعمليات التخطيط واستهداف، علما بأنه حتى الأهداف التي يخططون دوما لضربها تكون معروفة، مراكز حيوية ومراكز أمنية ورجال أمن و أجهزة أمنية ومراكز حيوية بالدولة تستهدف مفاصل رئيسية فيها كالسياحة ومعالم اقتصادية ومعالم بالدولة. فالأسلوب الذي تمت به العملية يشير مبدئيا الحقيقة أننا أمام مجموعة إرهابية تنتمي إلى فضاءات التيارات والتنظيمات التكفيرية والجهادية. يبقى التفاصيل التي سترد لاحقا بعد التحقيق، هل كانوا من عناصر أردنية فقط أم أن هناك عناصر من جنسيات عربية أو جنسيات مسلم من الطوائف المسلمين في مناطق مختلفة، لا سيما وأنه ثبت بعمليات سابقة أن هناك عناصر غير أردنية من التكفيريين اشتركت بمثل هذه العمليات. لكن دكتور يعني دائما ما تتصدى لهم الأجهزة الأمنية. كل الشكر لك دكتور عمر الرداد الخبير العسكري والأمني والمختص في الشؤون الاستراتيجية. يعني غير دائما الأردن ما يتعرض لمحاولات النيل من أمنه، ولكن دائما أجهزتنا الأمنية بالمرصاد لكل هؤلاء الخارجين عن القانون والذين يعني يحاولون النيل من أمن الأردن واستقراره. وكما قال جلالة سيدنا في اليوبيل الفضي، سيعهدي بكم سيبقى الأردن حرا أبيا آمنا مطمئنا مستقرا دائما بإذن الله تعالى. وزي ما تحدث دكتور عمر الرداد بأنه الأردن يخوض معارك شرسة على الحدود ضد من يحاولون النيل من وطننا الحبيب، وإن شاء الله إنهم من يعني لن يستطيعوا من النيل من وطننا، ولن يستطيعوا من زرع أفكارهم السوداء داخل مجتمعنا الأردني. بدنا نصبح على كل اللي بتواصلوا معنا من خلال الواتساب. رضوان نسان، تحية للنشامة، حفظ الله الأردن وجميع أجهزته الأمنية، حفظ الله سيدنا دائما وأبدا. شكرا يا أخونا رضوان. أيضا في عنا من واشنطن رانيا وراشد ومريم وفيصل المبيضين، يسعد صباحك وصباح الأردن الغالي، الله يحمي وطننا دائما وأبدا إن شاء الله. بدنا نروح لخارج الخدمة وموضوعنا الآخر في برنامج بصراحة، وراح نتحدث في العديد من المحاور المتعلقة بالحجاج في خارج الخدمة. خارج الخدمة، خارج الخدمة. بفقرة خارج الخدمة راح نناقش موضوع الحجاج الأردنيين اللي أشغلت كل الأوساط الشعبية والرسمية، خاصة أنه لليوم في عدد من الأردنيين مصيرهم مجهول وضمن قوائم المفقودين، حيث أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة اللي شهدناها خلال أيام الحج، ووصلت حالات الوفاة إلى 75 إضافة إلى العثور على 96 حاجا أردنيا من بين 110 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين
المفقودين. يعني غيث اللي صار مع الحجاج الأردنيين اللي خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية يعني حقيقة لازم الوقوف عنده. هاي الحادثة أو الفاجعة اللي مات فيها أكثر من 70 حاج أردني، هذا يعني رقم كبير، والموضوع ما توقف هون. شفنا تراشق في الاتهامات بين الجهات المعنية وكيف الكل تنصل من المسؤولية، وأيضا شفنا الغضب الشعبي على السوشيال ميديا بعد تصريحات الحكومة بأنهم حجاج أردنيين غير نظاميين. يمكن اللي وصل المواطن أنه يطلع على الحج بطريقة غير نظامية ويخاطر هيك مخاطرة، بالرغم من التجديد يلي بيصير على تصريح الحج، هي الشروط اللي لازم الشخص يستوفيها عشان يقدر يطلع على الحج، أبرزها يمكن العمر والتكلفة المالية المرتفعة، يعني يمكن تعتبر أنها مرتفعة كثير للبعض. ولكن مكاتب السياحة ومكاتب الحج والعمرة في كثير مشاكل، يعني خلينا نكون صريحين، يعني في فيز أعطيت لأشخاص فيز السياحة على الرغم من أنه السلطات السعودية شددت قبل موسم الحج بأنها راح تتابع هذا الموضوع بشكل كبير، لن تسمح لأي حد أو لأي شخص بأنه يعني يروح على الحج أو يعني يمارس الأمور المتعلقة بالحج بدون تصريح خاص بهذا الموضوع. وزي ما حكينا يعني دائما في علامات استفهام كثير وفي علامات تساؤل كثير على موضوع مكاتب السياحة ومكاتب الحج والعمرة واللي قاعد بصير فيها، وكيف بعطوا فيز لأشخاص وكيف بيبيعوا فيز، وملف كبير شائك. يعني إن شاء الله اليوم إنه نقدر إحنا نغطيه ونحكي عنه. وفعلا ساشا يعني تابعنا خلال أيام إجازة العيد وسمعنا قصص كثير لحالات حجاج أردنيين وشو اللي صار معهم تحديدا بيوم عرفة، وكيف قطعوا مسافات تجاوزت يعني 20 كيلومتر تحت أشعة الشمس الحارقة وتحت درجات الحرارة المرتفعة واللي وصلت ل50 وأكثر أكثر من 50، وكيف شركات السياحة والقائمين عليها تركوا الحجاج في مكان من دون أي إرشادات أو أي تسهيلات لهم لحتى يصلوا لعرفة، واليوم هم ودوهم هناك وتركوهم تركوهم. صحيح. وطبيعي اللي شفناه بأنه هاي الناس تتعرض لهاي الأزمة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. يعني رح نسمع إحنا من حجاج عاشوا هاي التجربة. صح. رح يكونوا معنا. لكن قبل ما نروح للضيوف بحلقتنا خلينا نروح لتقرير أعده الزميل محمد الخرابشو واللي كان متواجد على الحدود بالمدورة جنوب المملكة والتقى بعدد من الحجاج. خلينا نشوف التقرير وراجعين. من هنا غادرت أفواج الأردنيين قاصدين بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، ذهبوا فرحين مبتسمين مشتاقين لزيارة بيت الله الحرام، ومن هنا عادوا، ولكن الحال في العودة لم يكن كما كان في المغادرة، فالغضب والاستياء مرسوم على الوجوه. موسم الحج لهذا العام كان استثنائيا لم ولن يمحى من ذاكرة الأردنيين. حجاج بيت الله الحرام بعضهم عاد والبعض الآخر لم يعد جسديا بل عاد بطاقة تعريفية فقط. الحسرة والخذلان وآلام الفقدان كانت هي العنوان بالنسبة لذوي من اختارهم الله في أعظم شعائره. أنا أبوي توفى في عرفة وقعدت 4 أيام ندور عليه ما بعرف عنه ولا أي شيء. لما عرفت المتوفي كان حاطينه في إيواء اسمه أول معصم، لا قدرنا نشوفه ولا قدرنا نودع ولا قدرنا نعمل أي شيء، حتى أن واجب الدفن الأخير ما قدرنا نعمله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما طلع بينا نشوفه نهائيا. تخلوا عنا بهذه الكلمة لخص حجاج بيت الله الحرام حالهم أثناء أداء مناسك الحج. تقطعت بهم السبل وضاقت بهم الأحوال ليكونوا فريسة سهلة المنال لمن ولم يخف مقام ربه في أعظم شعائره. تخلى عنا اللي أخذنا بالباص، تخلى عنا والباص الشركة تخلت عنا، وطلعنا كله ماشي وردينا على حسابنا، منروح نطوف طواف الوداع على حسابنا، كل إشي على حسابنا، كثير تعبنا. وعدونا إنه مسكنونا سكرنونا، قالوا لنا بنجيب لكم باصات من سكنكم لعرفات لمزدلفة للجمرات. ليلة وقفة عرفة قبل بيوم
بتخلوا عنا، قال الباصات محجوزات ما بنقدر نجيب لكم اياها. حالات اغماء لا تعد ولا تحصى، والجثث باتت تعيق حركة الحجيج الذين ساروا مسافة لا تقل عن 17 كيلومتر. لهيب أشعة الشمس ودرجة الحرارة شارفت على 60 مئوية، ومن استطاع إكمال السبيل منهم لم ينجو من ويلات تسلخ الأقدام التي سعت رغم كل الظروف أن تنال الغفران. يعني زوجتي وأنا مغيبة بدأت أدخلها على المركز مستشفى اللي في عرفات، والله سمحوا غيرت بالأخير دفعتهم، قلت لهم بدي ما بقدر، بالأخير ترضوا يعطوها إبرة دواء ما تعرفوا عليها. معاملة سيئة، تصور درجة حرارة فوق 60، يعني ما بدك تقعد دقيقة تشرب كاسة المي يقولك قوم حدي قوم حدي، ينهرك نهر، لا بيحترم السن لا بيحترم. طلع جري، هذول جري تشقوا كله، هذا شايف كل الدم. بتأشيرات سياحية استطاعت شركات ومكاتب الحج والعمرة استغلال العاطفة الدينية للأردنيين لتسيير بعثات الحج غير الرسمية إلى الأراضي المقدسة واضعتهم على طريق الموت، والغاية هي جني الأموال حتى وإن كان مصير من تعامل معهم هو الموت، والجهات المعنية كالمعتاد غائبة عن المشهد. احنا عن طريق الزيارة عرفت كيف دفعنا للشركة وصاروا علينا عملية نصب، دفعنا فوق 1000 دينار فوق 1000 دينار حسب التأمين الباصات وتأمين يعني العملية كل يعني كافة المواصلات بالنسبة للسكن للكف. فكانت للأسف يعني صار النصب من الشركات خداع. اللي وقعنا له يعني عبارة عن نصب من شركات أردنية سواء ناقلة أو سواء متعهدين أو سواء تجار، يعني تاجروا فينا مصاريف تسألش، يعني كل ما كان واحد ميخذ معه 1000 دينار حط فوق 2000 وتكلف. ولا تبعون الأردنيين نهائيا، ولا أي حملة أردنية تبعتنا، لا بعرفات ولا منى ولا مزدلفة ولا في أي شيء ولا في أي مشكلة، حتى نفقد جواز ولا واحد تعرف علينا. تصريحات وبيانات صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أقل ما يمكن وصفها بأنها كانت استفزازية بالنسبة للأردنيين، فلم يعد المعيار للتجاوب من قبل الوزارة مع الحجاج أردنيا أو غير ذلك، ليتحول المعيار إن كان من البعثة الرسمية أو غير الرسمية، ليترك الأردنيين يواجهون مصيرهم تحت رحمة الغير. شكرا أخونا وزميلنا محمد الخرابش على هذا التقرير، واللي رصد فيه بشكل واضح شهود العيان والحجاج الأردنيين اللي كانوا موجودين، وسمعنا للحديث القاسي فعلا من الحجاج واستغلال العاطفة الدينية لحجاجنا واللي صار معهم. وأيضا يعني هذا ملف كبير يجب أن يحاسب عليه كل مسؤول ساهم وساعد بأنه يصير بحجاجنا اللي راحوا يعني يقضوا شعيرة دينية مهمة يصير فيهم اللي، وشفنا يمكن الحاج الأردني ورجانا بشكل صريح اليوم كيف إجريه من الشمس تسلخت، والحديث بأنهم حجاج غير نظاميين، لا هذول أردنيين وهذول يجب متابعة أوضاعهم وأحوالهم، ويجب محاسبة كل من قام بالتغرير بهم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب البشع. بدنا يعني كيف تابعتي حديث الحجاج؟ والله إشي كتير مزعج، يعني فعلا شيء مستفز. الله يرحم كل الحجاج اللي توفوا، الله يلهم ذويهم الصبر والسلوان. يعني أبرز كلمة يمكن حكوها كل الحجاج وأجمعوا عليها تخلوا عنا، يعني صار في عمليات نصب مثل ما حكوا من قبل المكاتب. هاي الأمور كلها رح نتابعها بحلقتنا لليوم، لكن خلينا نطلع فاصل صغير وراجعين. وين الحكومة؟ وين الجهات المسؤولة اللي تحدد أمور الحج؟ ليش الاستهتار بالأرواح وكل اللي ما توافق له بشكل رسمي؟ ليش يطلع؟ وين الحكومة واللي بتسمح بالسفر للعمل والسفر للحج؟ لمتى الاستهتار؟ هاي المسجات اللي عم تصلنا على الواتساب من خلال رقم البرنامج. تابعنا بالتقرير قبل شوي عن التفاصيل اللي شفناها بهذا التقارير والحجاج الأردنيين اللي تحدثوا بكل صراحة عن اللي صار معهم وبكل أسى
حقيقة يعني، والاستغلال اللي صار لهم من قبل مكاتب السياحة والسفر ومكاتب الحج والعمرة، وكيف انعطت هاي الفيزا، هذا ملف يعني بحد ذاته يجب أنه يتم محاسبة كل مسؤول ساهم بأنه يصير بحجاجنا هذا الحكي. والحكومة يعني مبارح حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأنه تم تحويله إلى النائب العام، والحديث عن محاسبة كل من ساهم بهذا الوضع مع الحجاج. صحيح غيث، يعني ممكن في تأشيرة بيطلعوا فيها من الأردن للسعودية، هاي التأشيرة تأشيرة السياحة بتسمح لهم أنهم يفوتوا للسعودية مرات متعددة الاستخدام. في البعض غيث يمكن طلع قبل الحج بوقت، لأنه بفترة الحج بيصير في تجديد ومنع من دخول مكة، فكانوا يروحوا قبل بوقت كتير طويل 40 يوم وهيك عشان يقدروا يدخلوا مكة ويحجوا. وصراحة الحج هاي السنة يعني سابقة، يعني إشي محزن اللي بصير. بالعادة إحنا كل سنة بنكون قاعدين نترقب عودة الحجاج وبنكون سعيدين. شفتي كيف إحنا حكيهم كانوا هم على حدودنا، مزعج صراحة، ويعني بوجع كتير. شعور إنه هم انخذلوا، شعور إنه هم بقول لك تخلوا عنا، ما حدا سأل فينا. بس هاي السنة إحنا قاعدين نترقب أعداد الوفيات والمفقودين وحالة المصابين بالمستشفيات، كل يوم قاعدين نستنى زاد العدد. طب المفقودين شو وضعهم، شو صار فيهم؟ فإحنا يعني رح نسمع كمان من ناس أبنائهم وأقاربهم عاشوا هاي التجربة، ومع الأسف في منهم توفى. فإحنا هلأ معانا السيد نايف أبو محمد، ابنه توفى وللآن مش عارفين يدفنوه أو يحصلوا على شهادة وفاة. يعني بداية صباح الخير وعظم الله أجركم. شكر الله شايكم عمي، شكر الله شايكم رب العالمين، عظم الله أجركم أبو محمد. ويعني حادثة أليمة فعلا، وكلنا تأثرنا على اللي حصل مع حجاجنا. بس إحنا حابين نسمع منك أبو محمد، شو اللي صار مع أبنائك؟ تحكي لنا التفاصيل شوي، يعني ربما أنت أقرب كنت للموضوع وعارف بشوي التفاصيل، حابين نسمعها منك سيدي. يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة السلام. أنا أبو بلال الحاج بلال نايف محمد يوسف المؤمني من صحراء. نعم. أولادي كانوا بدهم يطلعوا الحج، لأنه بقول لك إحنا ميت ما سمعنا كلمة الحج إحنا بنرتاح نفسيا. طلع من عندي بابني بلال ومحمد أخوه ماخذ عملية قلب مفتوح. ومرت أخوه يعني بدك تحسب خمسة. نعم. شايف؟ تعرفوا على واحد على اثنين من منطقة بنفس المنطقة قريبة لهم، قريبة للبلد اللي احنا فيها. عديل محمد النايف من نفس البلد هاي. قالوا فيه معنا واحد مقوم، الزلمة هذا من أحلى ما يكون. طيب. سحبوا حالهم راحوا عليه وقالوا لهم بدنا منكم مبلغ كذا. هم مكتب يعني؟ نعم. مكتب؟ والله وأنا ما بعرف عنه مكتب ولا مش مكتب. نعم. هو بجوز بيشتغل لمكتب لمصلحة مكتب ثاني. نعم. شايف؟ سحبوا حالهم راحوا عليه دفعوا المصاري. قديش دفعوا؟ الطريقة اللي بدنا نحكي فيها. قال أنتم مأمنين بشكل مضبوط بشكل من أحلى ما يكون وسوارة معكم وكل إشي، وباص موجود هناك بس تصلوا موجود من السكن لجبل عرفة. هذا كان الاتفاق معهم وموقعينه على ورق، حتى موقعين بيناتهم تعهد. لأنه رحمة بلال يعني الله يرحمه. كن فرضه بالجامعة ما يعني ما عندنا إحنا الحمد لله ولا شيء. سحبوا حالهم. المهم لما طلعوا من هنا طلعوا على مكة خمسة. سامعني؟ سامعك معك سيدي. خمسة طلعوا من هنا. وصلوا السكن. حطهم بسكن الله أعلم السكن شو هو قديش بعيد. حطهم والله يا أبو محمد هم متى طلعوا بالضبط يعني خلال فترة الحج ولا قبل بوقت؟ قبل فترة الحج طلعوا بخمسة خمسة. خمسة 2024. تمام. يعني قبل 50 يوم أو أكثر قديش يعني أنا يعني إحنا بيتنا بطل يجمع. تمام. المهم طلعوا لما وصلوا مكة حطهم في فندق منطقة الشيشة. تركوهم ما حدا طلع عليهم. يا عم طلعوا علينا عرفوا علينا كذا. ظلوا قالوا تكرموا إنه إحنا بنيجي عليكم قبل ما تطلعوا على عرفة، بس بدنا مصاري منكم كمان.
قالوا لهم ما بندفع ولا تعريفه، هو ماخذ معدل 201 نظامي وغير طالع عن طريق الحج الثاني اللي قاعده 50 يوم. طيب لما اجى وقت الحج الزلمه هذا ما بين عليهم بالمره يوم جبل عرفه. هو طلع معهم من الاردن، هو طلع ما بطلع معهم، بطلع مع سياره ثانيه او باص ثاني او كذا، ما هو 201 يعني شن باص. وهذا الشخص معروف لديكم يعني انتم عارفينه الزلمه؟ حق المعرفه. ممتاز. طيب بس مش من بلدنا يعني. مش بلدنا، اثنين ثلاثه هم بس معروفين يعني، وقدمتوا اسمائهم للجهات المختصه. طيب صباح جبل عرفه بس يطلعوا، ظلوا للساعه 10 لا طلع عليهم ولا واحد طلع عليهم ولا شيء، مرميين بهالشوارع، هذا من هون وهذا من هون وهذا من هون. بتعرف علم الله في اختيارات يعني، في مش قادرات، في محضر ابن محمد موقل مفتوح يعني، هذا صار. اخذوا باص، إجا باص عليهم الساعة 10:30 أو 11، جابوا باص من السعودية طلب منهم كل واحد 100 دينار، يعني 60 واحد ب6000 دينار. سامعني؟ معاك. طلب منهم كل واحد 100 دينار، يعني اللي رايح لناك وصار له فترة طويلة وبستنى اليوم هذا البركة حتى يطلع على جبل عرفة. دفعوا 100 ليرة وصاحب حالهم طلعوا في الباص. بنص الطريق راهم رماهم بالشارع، قال لهم انا اكثر من هون ما بتقدم، ما اقدرش اكمل. ما بقدم. نزلوا من الباص، شوف يعني اللي ما هو تعب، اللي ما هو ارهاق، اللي ما هو كذا، مشوا على جبل عرفه، ظلوا لجبل عرفه حتى انتهى يوم عرفه. شهر حالهم وظلوا طايحين، لا في باص ياخذهم لا حتى طلع لهم. متى فقدت التواصل معهم أبو محمد؟ نعم. متى فقدت التواصل معهم؟ مش سامع. متى فقدت التواصل معهم؟ التواصل معهم كنا نتصل بمحمد باستمرار يوم وقفة عرفة. يتصل فينا محمد من هناك. سحبوا حالهم طلعوا من جبل عرفة المغربيات، مشي من عرفة لمزدلفة لمنى لرمي الجمرات. ماشي، ما في إشي اللي تقيهم إلا رب العالمين. طيب ماشيين، راحوا على رمي الجمرات، رمي الجمرة الأولى، الثانية، راحوا على رمي الجمرات الجمرة الثانية، ضيعوا بعضهم بعض. محمد ومرته راحوا لحال، وبنتنا النادية ومرت أخو أسماء هذولا ظلوا مع بعضهم بعض. وبلال معهم، المرحوم بلال. بلال عند المستشفى، قبل المستشفى أنا وديه صورته وهو بالإحرام، شايف من التعب من الإرهاق. شايف وقع، جابن له خواته أخته مرت أخوه سيارة ودوه على المستشفى. يجينا على المستشفى، وصلوا المستشفى، طلع ممرض الله يجزاه وجزاه الخير، أخذه. بعد ما أخذه قال هاي ضرب الشمس. ضرب الشمس لا تخافوا. هو طبعا لما فات كان متوفي رحمة الله عليه، ما بدوش يحكي إنه متوفي، يعني بتعرف بنات طولة. شو موضحا بس واحد طلطو على وجهها. الله يرحمه، دموعك غالية. طلطو مع على وجهها، شايف. رد طلع الدكتور، وانه بقول الدكتور بلال، الحاج بلال توفى لابس وعية الإحرام بعده ما كمل، يعني رمي الجمرات بعده ما كمل. حطيناه مستشفى، حطوه مستشفى اسمه مستشفى الملك فيصل، حطوه مستشفى الملك فيصل. نعم. معي انت؟ معاك يا سيدي. حطوه مستشفى الملك فيصل. المغرب رجع لي اخوه، قال مش عندنا. ثاني يوم رجع لي مش عندنا. ثالث يوم رجع مش عندنا. خبرونا احنا انه بلال اتصل اخوه محمد، وانه بقول بلال الله انطاك وعمره، دوروا على بلال ما فيش بلال، دور على فلان ما فيش بلال، ما فيش بلال. في واحد زلمه اسمه ابو يوسف سعودي لنا علاقه معه، بيجي على الاردن هون وبيجي علينا. ضربنا عليه تليفون قلنا له يا ابو يوسف، قال نعم. قلنا له عندنا بلال هيك، نقول شو ما خلاش يعني من جهد وجهد. ضلينا ندور عليه، دوروا عليه هذا معه القلب مفتوح، مضى ليل ونهار وهو يدور عليه بالمستشفيات ما لقوهوش. لأجل امبارح ابن يوسف
كنا نقول يا عمي لقيناه لغايه امبارح، لغايه امبارح مساء، ثمن الليالي وثمن انهار، هو دايرين بالليل وبالنهار حتى لقوه. زاد انه عندنا بالدار بيجي 40 واحد لا تعرف النوم، لا تعرف الحركه، لا تعرف إيه. طيب تواصلتوا مع الجهات المختصه؟ تواصلتوا مع وزاره الخارجيه مع العمليه؟ جزاك الله خير، حكيت مع الدكتور سفيان. نعم قال ان شاء الله بصير خير. قالوا لنا بتروحوا على القنصليه، عن القنصليه الاردنيه اللي بجده. نعم اجى يوسف السعودي ابن ابو يوسف، اخذ محمد واخذ واحد اسمه ابو الراد ابن عم لي، انا ما رضيش اروح لانه الباص طلع روح وخلاهم هناك لحالهم، ظلوا هناك لحالهم شايف. سحب حالهم طلعوا على جده، فاتوا على طب قالوا من هون بس تروحوا على جده اي واحد بقول لكم هذا التسريح. سحبوا حالهم وراحوا على القنصليه، لما جاء القنصليه قالوا لهم احنا ما معنا خبر الحكي هذا كلياته، احنا ما معنا خبر الحكي هذا كلياته. سحبوا حالهم محمد. نعم وظل مروحين ويقول لي يابا والله يابا ما انا قادر امشي ولا قادر اتحرك ولا شيء، لانه اصلا الجماعه المعه تعبانين كمان يعني بالصبح. مش تعبانين والله يا سيدي، مش تعبانين يعني عايفين حالهم. صح عايفين حالهم 60 يوم او 25 يوم شايف، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. امبارح بقول لي يابا الساعه 12 بالليل اطلع، اول امبارح اطلع الساعه 1 بالليل، اظل داير ومعه قلب مفتوح، انا بكرر معه قلب مفتوح. طيب احنا بالاردن هنا. المهم امبارح جانا الخبر من ابو يوسف السعودي. الخبر انه محمد انه بلال موجود مستشفى قولوا له حراء عند مسجد عائشه. تمام. سحبوا حالهم وراحوا. راحوا لهناك حكى يوسف للمر قال له هذا في بلال نايف عندكم. قديش عمره بلال بالله؟ نعم. قديش عمره بلال؟ عمره 48 سنة. متجوز عنده أطفال؟ عنده ولد واحد، عنده بنات. الله يرحمه الله يرحمه يا رب. الله عنده بنات ستين. رحمة الله عليه. يعني هذا ما كان يقطع فرض، احنا كنا ما هذاش يعني، كنا الحمد لله عندنا بيتنا، بقول لك انه لازم احنا كنا نحج مع بعضنا البعض، لازم واحد ينقال عنه مش حجي. هذا تفكير بلادي بالشكل هذيك. الله يرحمه يا رب ويتقبل. سيدي الله يرضى عليك. إجراءات الدفن سيدي شو صار عليها؟ نعم اجراءات الدفن. الدفن اتصل ابو يوسف بابن يوسف، لانه ابن ابو يوسف مستلم مكه منصب كويس. ظلوا امبارح بالسياره اخذوه من شو اسمه من المستشفى حراء الى المسجد عائشه، جابوه على الحرم، صلوا عليه اليوم الصبح صلاه الصبح، وصلوا ودفنوه مقبره الشهداء. اليوم الصبح دفنوه مقبره الشهداء، دفنوه الله يرحمه رحمة الله عليه، والولاد هذولا بعدهم هناك والله الله يرجعهم سالمين غانمين ان شاء الله، ولا قادرين نسوي شيء. قال بدنا نروح، قلت لا تروح لا تروح. قال لي تروح، قلت له خليك يومين ترتاح يرتاح جسمه. صح بقى سيدي، احنا عندنا هنا البلد بقيادة الملك حسين، الملك عبد الله، الملك عبد الله. نعم ابو حسين، احنا ببلد الحمد لله احنا بنفتخر ان احنا بالاردن بنفتخر انه تاكد تماما بانه راح يتم محاسبه جميع المسؤولين واللي غرروا بحجاجنا بهذا الشكل وبهذا الموضوع، والاشخاص كمان انت اللي او اللي ابنائك تواصلوا معهم لازم الجهات المختصه تعرف عنهم وتعرف مين هم حتى تصلهم وحتى ينالوا جزاءهم وينالوا حسابهم يعني بالشكل الصحيح. احنا يا ابو محمد يعني مشاعرنا كلها حزن، واحنا يعني عظم الله اجركم ورحمه الله على الحاج بلال، والله يتقبل منه ان شاء الله ومنكم جميعا، وان شاء الله حقكم ما راح يضيع باذن الله تعالى، الحق راح يصلكم بالصاع الوافي باذن الله تعالى. شكرا لك يا ابو محمد وعظم الله اجركم. الله يرحمه. شفتي كيف مؤذيه مؤذيه صراحه. خلينا نروح فاصل مشاهدينا ومستمعينا وراجعين.
صباح الخير من جديد، مستمرين معكم ببرنامج بصراحة والحديث عن الحج لهذه السنة وأوضاع الأردنيين اللي توفوا بالحج غيث. يعني كان معنا قبل شوي نايف أبو محمد وتحدث عن ابنه بلال، وخمسة من أبنائه كانوا طالعين إلى الآن ما رجعوا، لكن هو فقد ابنه بلال عمره 48 سنة وعنده عدد من الأبناء. يعني الله يرحمه ويرحم كل الحجاج اللي توفوا بهذه السنة. سمعتي كيف التفاصيل اللي حكى فيها أبو محمد واللي صار مع الحج بلال رحمة الله عليه، وكيف يعني فقدوه والمسافة، وكيف تعامل مع سماسرة الحج؟ احنا كنا نحكي يمكن قبل شهر عن سماسرة الهجرة غير الشرعية. صحيح. اليوم صار في سماسرة حج وبيشتغلوا على هذا الموضوع، ويعني بشكل كبير. بدنا نصبح على عامر المجاغفي، وبيحكي لنا كمان بأنه يجب محاسبة كل من هو مسؤول عن هذا الوضع فيما يتعلق باللي غرروا بالحجاج. حتى إذا سمعت أبو محمد بيحكي قبل 50 يوم يعني طلعهم، وقديش دفعوا له مصاري، وحتى موضوع الباص قديش كان فيه استغلال، وعند الجد تركوهم يعني عند وقفة عرفة، وإحنا بنعرف قديش يعني الوقفة بعرفة مش سهلة، وتحت أشعة الشمس الحارقة والمسافات الطويلة، وأغلب الحجاج يعني توفوا بضربات شمس. بالمناسبة ساش، يعني أنا يمكن كنت أتابع الأخبار خلال الفترة الماضية، الموضوع مش بس عند الأردن، أيضا في بتونس وأيضا في مصر حجاج فقدوا أرواحهم من خلال تعاملهم مع هاي المكاتب اللي غررت فيهم واللي تعاملت معهم بشكل غريب صراحة، هي جديدة علينا، واستغلوا العاطفة الدينية. وفعلا هذا أول موسم يعني إحنا بنفقد هالعدد الكبير من الحجاج. دائما يعني كنا نسمع عن بعض الحالات وحالات فردية، ولكن خلال الفترة الماضية أيضا لما كان الحديث عن يعني حجاج نظاميين وغير نظاميين، بالأخير هم أردنيين، وبالأخير يعني الجهات المختصة مسؤولة عنهم. وزارة أكيد. الخارجية الأردنية أيضا يعني فتحت غرفة عمليات خاصة لمتابعة شؤون الحجاج ومتابعتهم بالمستشفيات، وقديش كان هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا كأردنيين تابعناه، وكنا كثير منا يعني كل عائلة في إلها حاج إلا ما يكون موجود في حدا، صح. وكنا تابعنا بحذر وبخوف، وكنا قلقين فعلا على رجعتهم سالمين غانمين. هم الفكرة لما قالوا حجاج من البعثة الرسمية وحجاج مش من البعثة الرسمية، هم بس عشان يطمنوا أهليهم أنه حجاج البعثة الرسمية بأمورهم تمام وما عليهم إشي. وأيضا فقدوا التواصل معهم، يعني أنت لما يكون واحد من عائلتك موجود يعني لا سمح الله بمكان بعيد، ولما نسمع عن حالات اللي صارت، فيعني الموضوع مقلق كان لكثير من الناس. وهي كمان غيث يعني والله مجازفة من الأشخاص نفسهم، يعني اللي طالع قبل 50 يوم مثل ما حكى السيد نايف عن أبنائه طالعين قبل 50 يوم، وهذا برجع للي غرر فيهم ساشا. بالضبط، اللي غرر فيهم واللي أخذهم بهذا الموضوع وأقنعهم بأنه الأمور تمام وكل الحياة طبيعية وماشية، وعارف هو مقتنع وعارف بأنه الشخص اللي غرر هو عارف بأنه السلطات السعودية لن تسمح بهذا الموضوع. ومعنا محمد السعد كمان من أنطاليا بقول صباح الخير، يعني أكثر من 600 فيزا مضروبة، يعني إحنا إذا طلعنا سفرة على تركيا تبع الجوازات بسألك مليون سؤال، فعلا طاعة وقايمة على قولة محمد السعد اللي بيصير واللي صار مع حجاجنا بشكل يعني بصراحة مزعج جدا. بعد الفاصل بدنا نروح لفاصل صغير ساشا، وبعد الفاصل بدنا يكون معنا الدكتور سفيان القضاء مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لحتى نتحدث أكثر عن الشؤون العملياتية وما يتعلق بوزارة الخارجية، وكيف تعاملت البعثة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، البعثة الدبلوماسية الأردنية مع الحجاج، وما زالوا حتى هذه اللحظة يعني يتابعوا أوضاع الموجودين على أسرة الشفاء بالمستشفيات، وأيضا ما زال هناك مفقودين. صحيح. تحاول الوزارة التواصل معهم. بدنا نروح ساشا فاصل صغير وراجعين لحتى نكمل هذا الموضوع بكل حيثياته.
صباح الخير مشاهدينا ومستمعينا، مكملين معكم ضمن برنامج بصراحة. كنا نتحدث قبل الفاصل عن القضية يعني اللي شغلت الرأي العام الأردني فيما يتعلق بالحجاج الأردنيين اللي تعرضوا لعدة حوادث وفقدنا عدد كبير من الحجاج رحمة الله عليهم. واستمعنا لأحد الحالات، يعني أبو محمد كان بالحديث معنا وحكى كيف صار الموضوع وسماسرة الحج اللي كانوا يتواصلوا مع ابنه وغرروا فيه وانقطعت فيهم الأخبار وأدت إلى وفاة الحاج بلال رحمة الله عليه. إحنا بعد ما سمعنا من يعني ضيفنا اللي كان أبو محمد كيف كانت أوضاع الحجاج، خلينا نتعرف على آخر حيثيات إجراءات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ونعرف مصير المفقودين. بدنا نرحب عبر الهاتف بالسفير الدكتور سفيان القضاء مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية. صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذ غيث لك وللمستمعين الكرام. يا هلا وسهلا. صباح الخير دكتور، يعني جهودكم مقدرة لكن العام الحالي أو الحج هاي السنة كانت يعني غير مسبوقة، وكنت على اطلاع من البداية لحادثة الأردنيين. اليوم بنحكي عن العثور عن 96 حاج أردني من بين 110 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين. شو مصير الحجاج الـ14 المفقودين؟ نعم ست ساشا، وشكرا على الاستضافة، وأبدأ بالترحم على حجاجنا وندعو لهم بالمغفرة ونتقدم من ذويهم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة. سيدي، ما حدث في مكة المكرمة كان مأساة بالنسبة للأردنيين. ارتفع عدد الوفيات إلى 75 كما أعلننا سابقا. أصدرنا من فريق القنصلية المتواجد هناك ضمن خلية الأزمة في مكة المكرمة، أصدرنا 75 تصريح الدفن. الغالبية العظمى من الأردنيين تم دفنهم في مكة المكرمة، حيث باشرت السلطات السعودية مشكورة بكافة الإجراءات المتعلقة بالدفن، كانت من تكفين وغسيل وإلى آخره وإصدار شهادات وفاة. ولا زالت العملية مستمرة إلى اليوم. خلية الأزمة التي بدأت العمل من البداية، ما أول خبر وصل لنا بما يتعلق بأول وفاة حصلت في يوم عرفة، لا زال يعمل اليوم التاسع. بالفعل كما تفضلت الست ساشا، تم العثور على 96 من 110. الحمد لله هذول 96 كانوا أحياء، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم حسب الأصول، وكان متبقي لنا 14، سبعة منهم وجدوا متوفين وسبعة لازال قيد البحث عنهم في مكة المكرمة من قبل فريق القنصلية العامة والسلطات السعودية. هل وردت لكم معلومات أو أخبار عن المفقودين دكتور؟ للآن هناك يعني أنباء متضاربة. طبعا إحنا سنعلن اليوم مساء اليوم في بيان خاص آخر تحديث للأرقام بعد أن نكون تأكدنا من جميع الحالات. أنت تعلم أخي غيث أنه هذه يعني حالة استثنائية خاصة، ويجب أن نراعي الدقة في أي تصريح وفي أي رقم، خاصة عندما يتعلق بوفاة مواطن أردني يجب أن نكون متأكدين 100%. ويعني واجهنا مشاكل كثيرة بالتأكد من شخصية أو من هوية الجثمان، أو من يعني صعوبة أنه أهله يتعرفوا عليه، أو عدم وجود ذويه في مكة المكرمة. يعني أنت بتعرف الأعداد الكبيرة التي ذهبت إلى الحج بدون بتأشيرة سياحية، والمئات فقدوا الاتصال مع ذويهم، وهناك العشرات وصل العدد إلى 75 وفاة. فالأرقام يعني صعبة جدا على الجميع، لكن الفريق خلية الأزمة يعمل باستمرار ولا زلنا نبحث. بس بحب أطمن أنه اللي على أسرة الشفاء من اللي عثرنا عليهم من 96 نزل العدد، كنا أعلننا أنه 27 صار 21، وعدد من هم بحالات حرجة من ارتفع من 15 إلى 16،
ولكن يعني هناك متابعة مستمرة. فريقنا الموجود هناك في فريق معني بأنه يزور جميع المصابين في المستشفيات ونتابع حالتهم الصحية، وأخذنا تقارير طبية من المستشفيات وبعثناها إلى الجهات المختصة عندنا في وزارة الصحة بأمر من رئاسة الوزراء لدراستها والعمل إن أمكن طبيا نقلهم إلى المملكة لاستكمال العلاج. هل في إجراء يتعلق بنقلهم إلى المملكة لاستكمال العلاج دكتور؟ هي سيدي إجراء طبي، هذا يجب الأطباء هنا في لجنة طبية في وزارة الصحة معنية بالإخلاءات الطبية تبدي رأيها طبيا. قد يكون مرات الحالة بقول لك لا تحركوا من مكانه، إذا حركت المريض ممكن نفقده. فأنا ننتظر حتى أنه وضعه يتحسن وبعدين ننقله. طبعا هو يتلقى الرعاية الصحية الطيبة والعناية الطبية اللازمة من إخواننا في المملكة العربية السعودية، ولكن احنا حتى نسهل على أهله وحتى يعني يتأكدوا كذا نحاول أن نخليه جوا إن شاء الله إلى المملكة عندما تسمح حالته الصحية بذلك. إن شاء الله يرجعوا سالمين غانمين دكتور. ولكن من خلال يعني البعثة الدبلوماسية وخلية الأزمة، يعني الناس حابة تعرف شو القصص اللي حدثت، يعني شو اللي صار مع الحجاج؟ هل فعلا هي ضربات شمس؟ هل هو تعب إرهاق مستمر؟ شو اللي صار معهم بالضبط؟ سيدي يعني باختصار، السبب المباشر في جميع التقارير الطبية التي وردت بما يتعلق ب أو شهادات الوفاة التي أصدرها الجانب السعودي كله الإجهاد الحراري. يعني الإجهاد الحراري أنا بالنسبة لي كان مفاجأة، ما كنت أتصور في يوم من الأيام أنه الإجهاد الحراري يؤدي إلى هيك. لكن عندما أقول يعني بتقول أنت درجة حرارة 51 بالظل والحاج الغير مستفيد من خدمات الحج بيمشي على رجليه يوم نفرت منى إلى عرفة، وعلى عرفة هناك درجة الحرارة على الصخور 70. نعم. وبنزل من عرفة إلى المزدلفة كمان مشي على الأقدام، مسافة كلها على بعضها حوالي 20 كيلو بهذا الجو اللي إحنا عاصرناه في المملكة هنا، وشفنا كيفاش كان خلال فترة العيد كان يعني فوق طاقة الإنسان العادي. طبعا. يعني هذا هو السبب. أما من سولت له نفسه استخدام أو استغلال المواطن الأردني وصرف تأشيرات بطريقة غير صحيحة أو إنه المكاتب السياحية يعني استغلت المواطن الأردني وتعلقه بالشعائر الدينية، يعني هذا تم بحثه من قبل الحكومة والمدعي العام تحرك، وشفت انت الاجراءات والاجراءات صارمه ومتابعه، ونحن اي شك يتصلنا من الحجاج الموجودين هناك عن المكاتب التي غرت نمرها الى الجهات المحليه الجهات المختصه وهم يمروها الى القضاء عندنا ليتم اتخاذ الاجراء اللازم معهم قضائيا. نعم دكتور، تحدثت عن يعني 7 ما زالوا مفقودين وأيضا عدد من المصابين، ما آلية التواصل مع الوزارة من قبل ذوي المصابين والمفقودين؟ نعم ستي، نحن عندنا قاعدة بيانات منذ بداية الأزمة، وكان هذا أكبر تحدي في البداية. قاعدة البيانات عندنا كانت مفيدة جدا للجميع. هذه طبعا هذا مكننا من التواصل المباشر مع ذوي المفقودين أو المتوفين، وبحمد الله لازلنا على تواصل معهم إلى اليوم. أعلننا بأكثر ببيان مجموعة كبيرة أكثر من 10 خطوط، 5 في مكة و5 في هنا في مركز العمليات. الخلية بتعمل يعني ليلا نهارا، صرنا اليوم 9 والنشامة في مركز العمليات أو أعضاء الخلية من القنصلية العامة في جدة يعني يعملون ليل النهار مش من الله يعطيهم العافية فعلا، ولم يفرقوا يا دكتور ما بين بعثة رسمية ونظاميين وغير نظاميين، وتعاملوا مع الجميع يعني عن قرب وكانوا حريصين على أنهم يتواصلوا مع الجميع وذويهم. يعني من البداية أنا يعني استقلنا أول حالة وفاة وردت إن ما كنت فاهم إنه في شيء اسمه نظامي وفي شيء اسمه غير نظامي. صح. هذا بالنسبة إنه مواطن أردني، إحنا كوزارة خارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
معنية بذلك. وكان صح. العمل طول الفترة يعني رئيس الوزراء بالوقت كان يتابع رسالته في كرشان يتابع يوميا. نعم. والدكتور مهند البيضين يتابع يوميا. صحيح. نحن بوزارة الخارجية اجتماعات مستمرة مع معالينا رئيس الوزراء وزير الخارجية سيد أيمن الصفدي. نعم. يعني كان في عمل وزارة الداخلية ساعدتنا. تعرف أخي الكريم أنا كنت أعلنت أصدرنا 66 وثيقة سفر التلارية بنفس اليوم. أعلم تماما صحيح. يعني هذا شيء جهد كبير. لولا صلاحيات قدمت لنا وتسهيلات من وزير الداخلية يعني ما كانت كان هناك جهد كبير من الحكومة. وكانت وزارة الخارجية وطلب من وزارة الخارجية أن يعني تقود هذه الأزمة بسبب وجودنا حسب كل الأزمات اللي صحيح. تتم في الخارج. والحمد لله النجاح لحد الآن للجميع. ونتمنى أن يعود الجميع إلى سالما بإذن الله تعالى وأن يتم محاسبة من كان مسؤول عن هذا اللي حصل مع حجاجنا. وأيضا كمان بلسانك دكتور يعني بندعو جميع اللي بيشاهدنا وبيستمعنا بأنه بإمكانه التواصل مع غرفة العمليات في وزارة الخارجية وهم على أهبة الاستعداد لمساعدة والتعاون مع جميع ذوي الحجاج المفقودين وأيضا من يرقدوا على أسرة الشفاء. شكرا لك دكتور سفيان القضار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية. شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. زي ما تحدث الدكتور سفيان بأنه الوزارة يعني وضعت خلية أزمة حتى تتعامل بشكل مباشر مع الحجاج. وأيضا من علمهم بأول حالة وفاة كانت البعثة الدبلوماسية بجدة أو سواء بمكة حريصة بأنها تتعامل مع الجميع دون استثناء ودون صحيح. الحديث عن نظامي وغير نظامي وغير الأردني أردني نظامي. نعم الأردني صح. هو أردني. ولكن ما حدث مع حجاجنا ما راح يمر السماسرة. وهي يعني في خبر بنتابع النيابة العامة تبدأ التحرك ضد سماسرة وتجار البشر في قضايا الهجرة غير الشرعية. هذا الحديث اللي احنا كنا نحكي عنه يمكن في حلقاتنا السابقة. وهذا أيضا كمان يقودنا إلى سماسرة صحيح. الحج اللي حكينا عنهم. وزي ما سمعنا السمسار اللي تواصل مع أبو محمد وجميع احنا كنا نحكي كمان ساشا بأنه هذا الوضع ليس في الأردن فقط. كمان مصر حدث فيها وأيضا تونس. وكنت يمكن بالفاصل بقرأ خبر من تونس عن إقالة وزير الأوقاف التونسي على خلفية وفاة عدد من الحجاج التونسيين. وتم التعامل مع هذا الحدث وتحمل المسؤولية من قبل وزير الأوقاف التونسي. من سيتحمل المسؤولية هنا؟ من سيحاسب؟ من سيحاكم؟ من يعني يتحول إلى القضاء؟ بإذن الله راح خلال الأيام القادمة. وجدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف يا ساشا. صحيح. يعني غيث تحدث دكتور سفيان عن الإجراءات اللي بتقوم فيها الوزارة والقنصلية في السعودية ومتابعة أحوال الأردنيين والمصابين. نتمنى أنه هذا الإشي ما يتكرر أبدا ويتحاسب كل حدا كان في له إيد بوفاة الحجاج الأردنيين. والله يرحمهم جميعا يا رب ويرجع اللي لسه موجودين بالسعودية سالمين غانمين يا رب. نروح لفاصل صغير وراجعين. صباح الخير من جديد ويا هلا ومرحبا بكل اللي بتابعونا وبيستمعونا عبر شاشة عمان تي في وراديو روتانا. لا تنسوا تتواصلوا معنا على رقم البرنامج 0796000900. بدنا نصبي على كل اللي بتواصلوا معنا وبتابعوا معنا المواضيع والملفات اللي بنتحدث فيها. بدنا نصبح على أيمن الدعجب، بدنا نصبح على عامر، ونصبح على سطام وكل الشباب اللي بيصبحوا علينا وبتواصلوا معنا. كان حديثنا عن موضوع الحج وما حصل مع الحجاج الأردنيين والحديث يطول بهذا الموضوع. لهيك بدنا يعني نحكي شوي عن الحالات والأوضاع المتردية اللي عاشوها الحجاج بالسعودية، سواء التنسيق والإجراءات من خلال الفيز والمكاتب. وخلينا نعرف دور المكاتب السياحية والحج والعمرة بالموضوع. بدنا نرحب بعضو جمعية وكلاء السياحة والسفر السيد بسام ملحم. صباح الخير.
صباحك فل حبيبي. أول شيء للتعديل، أنا عضو هيئة عامة وليس عضو في مجلس إدارة الجمعية. يا هلا ومرحبا سيدي. ومستثمر وصاحب شركة سياحة وسفر. يا هلا ومرحبا سيدي. صباح الخير سيد بسام. يعني أكيد من يوم العيد الكل بيحكي أنه شركات السياحة والسفر بتتحمل هي جزء من الأسباب يلي صارت مع الحجاج الأردنيين لهاي السنة. شو ردك على هذا الكلام؟ في البداية أنا بحب أخبي على سيد البلاد وعلى الوطن، حمل الله الوطن وقائد الوطن. آمين. موضوع الحج العام هذا، نعم. أو موضوع شركات السياحة والسفر كاملة بجميع فئاتها، يوجد عندنا أخطاء كبيرة جدا. حلو. الأخطاء تتمثل بأنه أغلب شركات السياحة بكافة الفئات تبعتها، إن كانت وافدة وإن كانت صادرة وإن كانت تذاكر وإن كانت حج عمرة، هي تتحمل مسؤولية كبيرة جدا، وعلى عاتقها تقع مسؤوليات كبيرة. نعم. لأنه نحن نقدم خدمة مقابل أن الناس تروح بالاتجاه اللي مختاريته، إن كان حج عمرة وإن كان صادرة وإن كان تذاكر وإن كان كل الأمور تابعة للسياحة. أستاذ بسام، الحجاج اللي طلعوا وبين قوسين الحديث عنهم غير نظاميين، كيف طلعوا؟ حجاج الزيارة هدول بالنسبة لهم قاموا بالخروج باتجاه الحج قبل ثلاثة إلى أربع أسابيع من موعد الحج، كونها غير نظامية ومكتوب عليها أنه غير مصرح له بالحج سياحة. وللأسف بعض المروجين والسماسرة المتوفرين بالسوق السياحي قاموا بإغرار الناس بأنه حج متمتع بالعمرة، وقاموا بتسكينهم في عمارات بمنطقة العزيزية والحفاير، وقامت السلطات السعودية بإخراجهم من هذه المناطق إلى جدة، وقاموا بالعودة، وهذا كلفهم مبالغ طائلة وإرهاق. والسعودية، المملكة العربية السعودية، كانت تتحدث على الإعلام أنه لا حج إلا بتصريح. صحيح صحيح. مين هذول السماسرة أستاذ بسام؟ السماسرة هذول كل مكتب سياحة كان عنده مجموعة من الأشخاص يقومون بالترويج. طيب. للحج بسعر بخس أقل من سعر وزارة الأوقاف. نعم. طبعا أقل بكثير من سعر الحج الرسمي. الحج الرسمي تكلفته 3500 دينار، هون الحج الغير رسمي بتأشيرة الزيارة 1200-1400، وآخر إشي وصل ل 800 دينار. بس هم كانوا بيدفعوهم، يعني لما وصلوا السعودية ومكة كانوا بيدفعوهم كمان زيادة على هذا المبلغ. طبعا هم هلأ بس يكون دافع هذا المبلغ لما بده يطلع السعودية ترحله خارج مكة المكرمة، عودته بده تكلفه مبالغ، بده تكلفه يعني إذا كانت أجرة السيارة 200 ريال وصلت 600 و700 و1000. صحيح. وهذا إرهاق يعني. في حجاج كلفتهم الرحلة أكثر ضعف الحج الرسمي أو ضعف الحج المميز. طيب أستاذ بسام، إحنا بنحكي عن سماسرة وبنحكي عن مكاتب بيشتغلوا بهذا الموضوع وطلعوا الحجاج بفيز سياحة قبل موعد الحج حتى يستطيعوا أنهم يحجوا بتكاليف أقل. اليوم دوركم كجمعية عن هاي المكاتب اللي بتشتغل وعلى مرأى الجميع، يعني هم تواصلهم مش مخفي، تواصلهم موجود قدام الناس كلها وشايفينها وانتم شايفينها واحنا شايفينها. اليوم دوركم بهذا الموضوع سيدي. صديقي، دولة رئيس الوزراء أوعز للنائب العام بالتحقيق بقضية الحجاج. يعني احنا فقدنا ناس حجاج بيت الله الحرام بطريقة عن طريق الفيزا وتوفاهم الله. قديش مكتب اليوم بده يتحاسب؟ والله هذا صعب إحصائه، بس يعني لا يقل عن 60-70% من شركات الحج والعمرة قامت بالعمل هذا،
وفي شركات ما إلها دخل بالحج والعمرة هي كمان اشتغلت. إجاها أشخاص سألوها عن موضوع الحج، تواصلوا مع مكاتب أخرى عندها اختصاص بالحج وقاموا بإرسالهم. يعني الموضوع شائك جدا للتحقيق يعني. أما كجمعية وكوزارة السياحة وكوزارة أوقاف، هي العتب بيكون على وزارة الأوقاف. والله وزارة الأوقاف رنينا عليهم ورنينا على معالي الوزير ما برد علينا، يبدو أنه مشغول في موضوع أهم من موضوع حجاجنا. صديقي، مديرية الحج قامت بالتعميم على الشركات ب7/3/2023. بعد هذا التاريخ لم يحصل أي تعميم أو ردع لهذا الموضوع. يعني كان هذا الموضوع حله سهل جدا. وفي بعض الشركات قدمت شكاوي لمديرية الحج إنه في ناس سماسرة قاعدين بيعلنوا للحج بأثمان قليلة جدا. طبعا لو وزارة الأوقاف ممثلة معالي وزيرها، كل الاحترام لجهودهم المباركة، لو قاموا بإبلاغ كل رأس ماله كتاب لمعالي وزير الداخلية، نظرا لتواجد أعداد كبيرة من السماسرة لترويج للحج بأسعار أقل من الحج الرسمي، وهذه عن طريق تأشيرة الزيارة، والتأشيرة الزيارة غير مسموح لها بالحج. كان معالي وزير الداخلية. قديش في مكتب حج وعمرة عندنا أستاذ بسام؟ عندنا تقريبا مكاتب حج وعمرة متخصصة فقط بالحج والعمرة 108 مكاتب. 108 مكاتب. وفي عندنا مكاتب مزدوجة الفئة ما بين وافدة وحج وعمرة، وما بين حج وعمرة وتذاكر، وما بين جميع الفئات اللي هي صادرة وافدة تذاكر. تقريبا يعني تيجي تحسبهم بيوصلوا 100 128 130 مكتب. عندك رقم لعدد الفيز اللي طلعت قبل موسم الحج بأيام؟ حسب المعلومات وما يتحدث به الزملاء ما يقارب 300,000 تأشيرة. رقم كبير. الحجاج زيارة كانوا أضعاف مضاعفة عن أعداد الحج الرسمي. نعم. طيب اليوم يعني تواصلتوا مع الجهات الرسمية حتى شاركوهم التحقيقات واللي قاعد بصير الآن؟ والله أنا ما حدا تواصل معي كجمعية أي شيء. كجمعية ما بعرف. بالنسبة لهم كجمعية، إحنا عندنا المشكلة بالجمعية حاليا مجلس معين من قبل معالي وزير السياحة من موظفين وزارة السياحة. عندنا انتخابات قادمة ب24/6، وإذا ما اكتمل النصاب راح تتأجل ل8/7 أو 7/7، وراح يكون أعضاء من الهيئة العامة متواجدين هم على سدة رئاسة الجمعية وإدارة الجمعية. أما كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان. كان بإمكاننا نمنع خروج المجموعات السياحية بالبساط وبالحافلات التي تحتوي أعداد كبيرة من الأشخاص الأردنيين على المعابر الحدودية البرية. أنت تأشيرة الزيارة وطالع قبل الحج ب3 أسابيع أو 4 أسابيع أو أسبوعين، ليش أسمح لك أن تسافر؟ خلص بوقف. يمنع منعا باتا مغادرة تأشيرة الزيارة بفترة الحج. كان ممكن كمان تفادى هاي الكارثة. بوقع على تعهد من قبل الأجهزة الأمنية في المعابر الحدودية، بوقعوا على تعهد أنه أنت خروجك إلى السعودية لا يصرح لك بالحج، وبوقعوا على كفالة. نعم، نتمنى أنه يكون في إجراءات احترازية يعني للحج الموسم المقبل. بدنا نشكرك السيد بسام ملحم، عضو هيئة عامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر. شكرا أستاذ بسام. ويعني ملخص زي ما حكينا، في 108 مكاتب بيشتغلوا بمجال الحج والعمرة، 129 مكتب.
سماسرة الحج زي ما حكينا، والكل كان عارف والكل كان واضح، وكانوا يعلنوا عن تكاليف الحج وب 1200 وبطلعوهم قبل بس يعني ممكن لو تمت متابعة هاي الإعلانات اللي بيحطوها يمكن احنا تفادينا هاي الكارثة طبعا اللي صارت من الأساس يعني. صح، وهي يعني الموسم هذا بصراحة كان غريب بالنسبة لوزارة إن شاء الله ما بتكرر الأوقاف ما تابعت. يعني احنا كنا حابين يكون معنا حدا من وزارة الأوقاف وتحديدا معالي وزير الأوقاف، والشباب بالجاليري تواصلوا معه أكثر من مرة، يعني يبدو أنه منشغل معالي الوزير الله يعطيه العافية، ولكن إن شاء الله أنه يتابع شؤون حجاجنا، وخصوصا بأنه ما زال لسه بعض الحجاج موجودين بالمملكة العربية السعودية وعلى أسرة الشفاء، وأيضا هناك مفقودين كذلك حتى هذه اللحظة. بنتمنى أنهم يرجعوا سالمين غانمين لبلدهم ووطنهم، ونترحم على كل اللي فقدناهم من حجاجنا الله يرحمهم وعظم الله أجر ذويهم جميعا. يعني مجموعة من الملفات والقضايا تحدثنا فيها اليوم مع جمهورنا ومستمعينا ومشاهدينا عبر شاشة عمان تي في وراديو روتانا، وإن شاء الله يعني نكون بحلقة بكرة يكون فيها شوي مواضيع فيها تفاؤل، لازم بعيد عن الزعل وبعيد عن اللي تابعنا اليوم. طيب غيث، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج بصراحة، كنت معكم أنا ساشا الحسامي وزميلي غيث الرقاد، إلى اللقاء. إلى اللقاء. كل ما شمس الصبح بتطلع والأمل بسمانا يلمع، صوت الأردن عالي منسمع ونلبي على طول، تحكي همك لا ما يهمك احنا جنبك منشل عنك.